من جديد من عين على الكويت. ما زالت أزمة الخطوط الجوية الكويتية تشغل بال الكويتيين، فعلى الرغم من إتمام صفقة شراء طائرات جديدة من شركة إيرباص وتعيين رئيسة مجلس إدارة جديدة خلفا للكابتن سامي النصف الذي يظل سبب عزله لغزا، فإن الجميع يشعر بأن هناك حلقة مفقودة في أزمة الكويتية وأن العاصفة لم تمر بعد. لم تحمل مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة إيرباص وتضمنت تعديلات على عقد تحديث أسطول الخطوط الجوية الكويتية لم تحمل تغييرا جذريا في هيكل الصفقة الأساسي، فعدد الطائرات كما هو، وهناك عدد من الطائرات المستأجرة التي ستجلب أولا لسد الحاجة، فقد تحولت الطائرات المستأجرة المستعملة إلى طائرات مستأجرة جديدة. الطائرات المستأجرة للمرحلة الانتقالية كان بالعرض اللي موجود على الطاولة ولا زال واللي يمكن أمس تم توقيعه 20 طائرة، 15 طائرة جديدة وخمسة مستعملة. اللي صار إن الخمسة المستعملة وجدنا إن قد تكون تكلفتها عند الشراء أقل، خاصة فيما يتعلق بمصاريف الصيانة وشروط التسليم لاحقا بعد مرور 8 سنوات. فكان في مقترح ان ليش ما نحول المبلغ اللي تم تخصيصه لعملية التأجير الى شراء توفيرا للأموال وحتى منح عملية التأجير والكونفيجريشن للطائرات فلكسبيليتي ومرونة اكثر. لكن بدا ان الهدف من التعديل هو صب ماء بارد على نار الجدل التي احرقت رئيس مجلس الاداره سامي النصف بشان تضمن العقد السابق شراء 5 طائرات مستعمله من شركه طيران هنديه بدلا من استئجارها بسعر يزيد على قيمه الاستئجار. صفقه باكج كامل فيها 25 طائره جديده ملك شراء بعد 6-7 سنين، فيها 15 طائره مؤجره جديده بالصفر تأتي آخر 2014 و2015، لأن هذه من المصانع مؤجرة، وفيها 5 طائرات لأن عندنا عجالة. منه يقول أي أفضل، طائرات عمرها 22 سنة ولا طائرات عمرها 5 سنين؟ تنص مذكرة التفاهم في صورتها المعدلة وفقا لتوجيهات الجهات المشرفة على خطة التحديث على شراء واستئجار 37 طائرة جميعها جديدة، منها 15 طائرة من طراز 320 SEO و10 طائرات من طراز 350، علاوة على استئجار 12 طائرة جديدة سيتم تسلمها بحلول الربع الأخير من عام 2014 وحتى عام 2022. ما في شك ان هذه بدايه الخروج من عنق الزجاجه كما ذكرت لهذه المؤسسه وهذا المرفق الحيوي لدوله الكويت. عانت الخطوط الجويه الكويتيه على مدى سنوات طويله من تاجيل وتسويف لعقد صفقات لاستحضار طائرات جديده. ولنقول ما نقول، ولكن لن ننظر إلى الماضي، ولكن نحن الآن ننظر إلى المستقبل والحاضر. المستقبل والحاضر يقول أن الآن بدينا البداية الصحيحة لهذه الشركة، إعادة حياة فيها من خلال طائرات جديدة، من خلال توليفة من الأحجام اللي ذكرناها حسب بناء الدراسات. طبعا ما في شك أن كعدد الناس تقول عدد قليل 25 طائرة، لكن أيضا هناك دراسات راح تكون مستقبلية حسب الحاجة. وقدرت وسائل إعلام كويتية قيمة الصفقة شاملة الشراء والاستئجار بحوالي 1 مليار دينار كويتي، لكن المسؤولين عنها تجنبوا تحديد رقم يبين حجم الأموال التي ستتكلفها هكذا صفقة. في البداية أكد لكم أنه ما راح يكون في أي إفصاح عن المبالغ، لأن تعتبر هذا الأمر يعتبر سري بحكم العقود التي تم توقيعها مع شركة إيرباص. ولا تجيب صفقة هيكلة الطائر الأزرق صراحة، أو على الأقل حتى الآن لا تجيب عن أسئلة تتعلق بما سيحدث للكويتية خلال فترة انتظار تمتد لعام تقريبا في ظل تهالك الطائرات الحالية وارتفاع كلفة التأمين على رحلاتها أو المخاوف من رفض مطارات الهبوط فيها. شركات التأمين بشكل اوتوماتيكلي بمجرد ان تعلن الصفقة وتدخل شركة الخطوط الجوية الكويتية في تحديث الأسطول، بالتأكيد هذا الخبر سيشجع شركات التأمين على إعادة الثقة لشركة الخطوط الجوية الكويتية. احنا كنا حريصين، مجلس الإدارة كان جدا حريص
على إتمام الصفقة حتى لا نفقد العرض المقدم. إذا فقدنا العرض المقدم قد يترتب على ذلك فقدان الدور السلوت لشركة خطوط جوية الكويتية، وبالتالي ندخل في عملية مفاوضات جديدة. والإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم هو أحدث تطور في مسلسل الخطوط الجوية الكويتية التي تبدو كمن يخطو خطوة للأمام ويتراجع خطوتين للوراء. وقبل أيام ووسط إطلاق نار سياسي وإعلامي واسع، قال وزير المواصلات عيسى الكندري رئيس مجلس إدارة الكويتية سامي النصف الشخص الذي أوكل إليه الإقلاع بالكويتية إلى وجهة العلاج والخصخصة: أنا ماني ابن اليوم، أنا عمري أكثر من 60، تقلت مناصب عامة ضخمة الجميع يعلم بها، ويعلم الجميع أنه ما مست سمعتي شعرة حتى، وبالتالي أنا لا أقبل على الإطلاق هذا الأمر، ولا أقبل كذلك الصورة النمطية التقليدية أنه والله بالكويت ما يتم أمر إلا في فساد، وأن الصفقات لا تتم إلا فيها عمولات ورشوات. هذا أمر لا أرضاه، وهذا أمر حتى ورثته من والدي الله يرحمه، كان مسؤول كبير بالدولة وكان كذلك رجل أديب. والدتي تخبرني أنه لما يروح البيت كان لاحظت أنه يستعمل قلمين، قالت له ليش؟ قال لا، هذا قلم الحكومة حق عمل الحكومة، وهذا قلم الخاص حق كتابة شعر وأدب، ولما حتى تقاعد الله يرحمه رد حتى قلم الحكومة. بالتالي أنا لا أرضى أي همز أو لمس أو تلميح. الكويتية التي كانت يوما مثار فخر للكويتيين وكانت بين الأفخم والأبرز خليجيا وعربيا، بدأت رحلة هبوط حرجة منذ أوائل التسعينات، وراحت ضحية للصراع المزمن بين الحكومة ومجلس الأمة، ودفعت ثمنا فادحا للبيروقراطية وأمراض القطاع العام، واليوم تحاول تحريك جناحيها للتحليق مجددا. فهل تكون هذه بداية جديدة أم رحلة الطائر الأخيرة بعد 60 عاما من الطيران؟ الشائعات جزء هام من الحياة في الكويت، وعلينا أن نتذكر أنه طبقا لدراسة أجرتها أحد المؤسسات، فإن أكثر وسيلة تواصل اجتماعي انتشارا في الكويت هي تويتر، لأنها تتناسب مع أسلوب التعامل مع الخبر. فأصبحت تويتر مصدر للخبر ومصدر للشائعات أيضا، أحيانا بهدف التشويه وأحيانا بهدف جس النبض. نشطت مؤخرا في الكويت ظاهرة إطلاق شائعات استهدفت شخصيات عامة اقتصادية ومؤسسات، بعضها يتم نشره صراحة وبصورة متكررة على صفحات بعض الصحف، والآخر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر. بعض هذه الشائعات يتم نفيها في لحظة إطلاقها، والبعض الآخر ترك معلقا لا يتم نفيه أو تأكيده لينمو ويكبر حتى يصبح مثل النار في الهشيم. الشائعات يعني تجد لها يعني مكان عندنا هنا بالكويت صراحة. الشائعات في كل مكان، مو بالضرورة في سوق الكويت المالية، الشائعات حتى بين الناس، طبع الناس أن يتداولون الشائعات، هذا طبع في البشر، فهي موجودة أكيد. شنو درجتها الله العالم، وتأثر مؤكد تأثر على اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر. واستهدفت هذه الشائعات عددا من المؤسسات الكبرى، وتجاوزت الكلام عن استقالات وإقالات، فضربت في سمعة الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات، وأصبح الكلام عن سوء الإدارة وتجاوزات، مما أضر بكثير من هذه الشركات وانعكس على سعر سهمها في السوق، على الرغم من قناعة الكثيرين أن أغلب هذه الشائعات مفبركة، ولكن تكرارها باستمرار وإلحاح جعلها مؤثرة، تطبيقا للمثال المصري الدارج: الرصاصة التي لا تصيب تدوش. يعني ترى كل الأسواق العالمية فيها شيء هذا، مو بس سوق الكويتي، في ناس تعمل كذي، مو ما حد يحاسبهم ترى، ما حد يحاسب، طلعون إشاعات وهذا. هي الأسهم الشائعة هي سهم صاعد نازل، الشائعة سهم صاعد ولا نازل، هذا لا أكثر ولا أقل، عرف؟ يعني أحيانا بنلاقي خبر موجود في جريدة يعني يقول لك مصدر. المصدر هذه مشكلة حقيقة، لأنها ما هو المصدر. أما موقف الشركات فهو أنه لا يمكن أن تهمل عملها لتتفرغ للرد على الشائعات، والسؤال يوجه إلى الجهات الرقابية التي لا تتردد في إيقاف سهم في السوق على خلفية خبر عن توقيع عقد في صحيفة، والتي حولت الكثير من المتداولين في السوق إلى النيابة العامة لتشككها في تداولاتهم، بينما لا تحرك ساكنا أمام شائعات تنطلق شبه يوميا للنيل من المؤسسات وبعدها تتملك فيها الدولة، مما يعتبر إضرارا بالمال العام.
ويترك المتداول ليقرر هو لنفسه هل يصدق الشائعة ويعزف عن السهم أم يجازف ويعتمد على حسه الاستثماري ضاربا عرض الحائط ما سمعه أو قرأه. مما يثير سؤالا آخر، ماذا كانت تقصد الجهات الرقابية عندما وعدت بمزيد من الشفافية والحوكمة وتوفير المعلومة إذا كان هذا هو حال أهل السوق؟ والسوق الكويتي ليس بحاجة إلى شائعات، فهو مريض يعاني من فقر في السيولة والثقة والرعاية. بتراجع المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية إلى ما دون 7700، يكون ذلك المؤشر قد فقد أكثر من 200 نقطة في شهر نوفمبر، تعادل أكثر من 3 نقاط مئوية، وتتبخر بذلك جميع المكاسب التي تحققت منذ نهاية سبتمبر الماضي وسط أجواء من ضعف الإقبال على الشراء أو التجميع أو حتى المضاربات اليومية. هذه الشركات هذه أرباحها وخسائرها، هذه الباقي كله لتصيد المتداولين، كلها يصعدونها، تشوف مره صاعد مره نازل والكل خسران. مشكله هني في عندنا داخل السوق، صناع السوق هم فتره بيشتغلون، فتره بيهدون استراحه محارب، فتره بينطرون اي خلل اي شماعه على اساس بيعلقون عليها هبوط السوق من فترة إلى فترة. ودائما كل سنة بعد النتائج الربع الثالث نوع من الهدوء يصير بالسوق، ففي احتمال شهر 12 يشتغلون عاد، ما تدري حسب ما يبون هم شنو حساباتهم بالصاعد بالنازل، بس شهر 12 راح يصير شغل. أداء المؤشر اقترن بتراجع يزيد على 50% في مستويات سيولة التداول اليومية، لتهبط من معدل يقترب من 50 مليون دينار في يونيو ويوليو الماضيين إلى أقل من 25 مليونا في نوفمبر وبدايات سبتمبر. يمكن بعد يمكن عدم النشاط في هذه الأسهم أو انخفاض السيولة، يمكن أيضا من ناحية دور رقابي لاحظنا هيئة أسواق المال علمت من قبل أن إيقاف بعض المتداولين، يمكن بدأ هذا التشدد خاصة أن بعض المضاربين المتداولين يفضلون الأسهم الصغيرة والأسهم المضاربية أكثر من الأسهم القيادية، يمكن هذا أحد الأسباب في انخفاض سيولة الأسهم الصغيرة. واللافت أن تراجعات السوق تحدث في ظل أكثر من متغير إيجابي، فقد زال الهاجس السياسي وأقفلت نتائج الربع الثالث على نمو يزيد على 15%، وعلى تحول شركات كثيرة إلى الربحية، وعلى تسويات وتخارجات تتحول إلى أرباح في نهاية السنة، وحتى الأسهم التشغيلية المعروفة بتوزيعاتها السنوية غاب عنها الإقبال رغم اقتراب العام من نهايته. ليس هناك اهتمام بالأسهم القيادية وبنتائجها، هذا ما نستغربه من استفسارات يعني المتداولين. الأسهم المضاربية، أي أسهم التي ستصعد، هذا يعطيني نوع من القلق أنه لن يكون هناك يعني توجه أو اهتمام كبير من قبل خصوصا صغار المستثمرين بنتائج الشركات القيادية أو بنتائج الشركات، فهذا سيكون له تأثير بالطبع على أداء ويعني تفاعل المستثمرين مع نتائج هذه الشركات. مشكلتنا بالنسبة لمشكلة سوق الكويت الأوراق المالية مشكلة خاصة في أنظمة إدارة رقابة، نظام شركة جديدة بالبورصة، الوضع القادم ما هو، هل نحافظ على هذه الأرباح لنهاية السنة؟ هذا الأمر أعتقد يحتاج لوقفة جدية ونظرة متفحصة أكثر حتى نستطيع أن نحكم على سوق الكويت الأوراق المالية، على الأقل بفرز الشركات. اليوم ممكن في شركات جميلة جدا داخل سوق الكويت الأوراق المالية، إنما هناك شركات أقدر أسميها ما دون المستوى وتحت المستوى حتى بالنظرة المستقبلية. يرسم المحللون أكثر من سبب لعدم دخول سيولة جديدة، أولها غياب المحفزات الحقيقية للنشاط وخروج المضاربين الكبار بعد أن حققوا أرباحا في النصف الأول فاقت 200%، وتشدد الرقابة وضعف بنية القطاع الخاص وجمود نشاط شركات الاستثمار. بعد الفاصل، زين تعقد مؤتمرها الثالث للتكنولوجيا في دبي، كونوا معنا. أهلا بكم. المشروعات المتوسطة والصغيرة تطالعنا من حين إلى آخر بشعارات رنانة ووعود بالدعم، وعلى الرغم من توفر الأموال فإن المشروعات المتوسطة والصغيرة تظل شعارا يرفع ومؤتمرا يعقد.
قول كبير وفعل متواضع، هكذا يبدو حال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، فهي تحظى بمبادرات طموحة وبتمويل من صناديق ومحافظ سخية، وهي تقام لها المؤتمرات بالخبرات والحضور الرفيع، وهي تطرح لها المقترحات والأفكار، لكنها رغم كل ذلك تظل قليلة العدد، عقيمة التأثير، فاقدة للبوصلة. الإشكالية يا أخي الدعم ليس المالي، عشان كده نحن نقول الخدمات الغير مالية هي أهم من الخدمات المالية. الخدمات الغير مالية هي التوعية، هي التدريب، هي وضع المشورة، هي وضع خطة العمل والدراسات قبل التمويل. حتى لو إن حصلنا على التمويل ولم تكن هناك في دراسات علمية، ويكون الشاب أو الشاب رائدة العمل مهيئة لإعداد وإنشاء هذا المشروع سوف يفشل. ورغم الاعتراف الواسع بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أي اقتصاد، وهي التي تمثل نحو 80% من الحركة الاقتصادية في البلدان المتقدمة، فإن المبادرين وأصحاب ريادة الأعمال بالكويت يواجهون مشاكل ذات مكونات ثقافية وفنية وبيروقراطية أكثر منها مالية، وقد تتعدد الجهات الراعية لهكذا مشروعات وأفكار، لكن تعددها قد يكون أيضا أحد أسباب ضعفها أو حتى فشلها. هناك بحبوحة من المال الحمد لله نتمتع فيها خاصة في دول الخليج، ولكن هذا لن يستمر أبدا. لدينا الآن مشاكل اقتصادية جمة تتعلق بقضية التوظيف في إيجاد يعني وظائف كثيرة، والآن طابور العمل في دول مجلس التعاون أصبح طويلا جدا أمام ديوان الخدمة المدنية في كل دولة من هذه الدول. ما نفقده اليوم هو وضع استراتيجيات، استراتيجية على مستوى الوطن العربي، استراتيجية موحدة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا وليس تمكينهم سياسيا، لأن التمكين الاقتصادي هو قبل التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي، ومن ثم وضع استراتيجيات عربية متقاربة للاستراتيجية، استراتيجية عربية وطنية متقاربة من الاستراتيجية العربية الموحدة. وقد أطلقت الكويت مؤخرا صندوقا وطنيا بقيمة 7 مليارات دولار، أعلن أن صميم عمله هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ورعايتها من الألف إلى الياء، لكن يبدو أن إسهاما حقيقيا من المشروع الصغير ربما يتطلب أولا الإجابة على أسئلة تتعلق بتعريف ذلك المشروع الصغير وما هو المطلوب منه وما هي طبيعة عمله. ما هي القطاعات التي يجب أن تغطى؟ هذه القطاعات يجب أن تكون قطاعات إنتاجية تغطي جانب من الاستهلاك المحلي، قابلة للتصدير، مكملة لصناعات لاحقة، معتمدة على صناعات سابقة يعني. فهذه قضايا مهمة. الأمر الثالث والأهم هو ما هي طبيعة العمالة؟ هل هي ذات تكنولوجيا عالية وبالتالي فيها استثمار رأسمالي عالي، أم تكون تعتمد على عمالة وافدة ورخيصة وبالتالي تخلق لنا قضايا ومشاكل اجتماعية أخرى؟ الاهتمام الحكومي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي يؤتي أثره لابد، يقول الخبراء، أن يقرن بالتشجيع على الانخراط في القطاع الخاص وتوفير الخبرات والدعم الفنيين، وقبل كل ذلك تهيئة البيئة الاقتصادية المحلية لاحتضان تلك المبادرات وتنميتها، وهذه قد تكون أصعب التحديات. نلقي الضوء هذا الأسبوع على شركة تواصل، شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الخليج للاستثمار وتعمل في قطاع التكنولوجيا وتعتبر نموذجا مختلفا للشركات الخليجية. شركة الخليج للتواصل الإلكتروني شركة كويتية بالموقع، لكن هي شركة خليجية تقدم، هي مشروع تنموي يقدم خدمة للخليج كله من خلال ربط إنشاء أو ربط شركة شبكة البيانات المتواجدة في الخليج، وهي شبكة بيانات جدا متقدمة ومتطورة في كل دول مجلس التعاون، لكن وفرنا الآلية أنها تربط الخليج كله مع بعض عن طريق شركة الخليج للتواصل الإلكتروني بين قوسين تواصل. هي مشروع تنموي، فكرة من مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجيا التابعة للهيئة العامة للاستثمار. المشروع ابتدى من زمان، من 2005، لكن المشروع بني على أسس إنه بحيث إنه يتماشى مع التشريعات والقوانين، قوانين الاتصالات في الخليج كله، سواء من عمان إلى السعودية إلى الكويت، بحيث أنه يتماشى مع هذا ولا يتخالف مع الأنظمة والقوانين المتماشى عليها. طيب، كلمنا بشكل أكثر توضيحا عن نوعية الخدمات التي تقدمها تواصل.
انك انت لما تتكلم عن الان الشبكه السحابيه اللي هي كلاود كومبيوتنج في الخليج، بحيث ان نجيب هذه الشبكه السحابيه الى داخل الخليج بدل ما تكون في اوروبا او في امريكا. قدمنا خدمه ان السرعه في تركيب الشبكه هذه، يعني اذا عندك زبون عنده 6 فروع في دول مجلس التعاون ممكن كانت تاخذ حوالي 6 شهور، الان تاخذ 6 اسابيع. فتواصل قدرت بهذا الموضوع ان تقدم الخدمه هذه. طبعا في خدمه امن البيانات، في خدمه السرعه في اللي هي ريسبونس تايم، على سبيل المثال في خدمه التحويل المالي مهمه جدا، مو بالسكند ولا بالثواني او بالدقائق، مهمه جدا في المايكرو سكند، عرفت شلون؟ في خدمه الطيران اللي هي جزء كبير من عمل التواصل، خدمه الطيران انك انت تبي تحصل على كرسيك بنفس الوقت، تبي تحصل على توزيع الويت ديستريبيوشن في الوزن في الطياره، هذا كله يتم عن طريق شبكه تكون معتمد عليها ودقيقه في الرد على طلبات الزبون. طيب وكيف هو الاستثمار في هذا المجال الفني المعقد؟ والله الاستثمار في هذا القطاع واعد، لكن لازم تشوف وين بالضبط الاستثمار. يعني مثلا قبل 10 سنوات كنا نتكلم كله على تقنيه التكنولوجيا للصوت الفويس، انك تبيع فويس. الان انت ملاحظ ممكن دخل الشركات حتى الاتصالات الموبايل يتوجه الى الديتا اكثر من ما هو فويس. فهذا التحول اعتقد ان نستثمر فيه بحيث ان نقدم خدمه افضل. اليوم الاستثمار في ان المعايير الخدمه، يعني احنا ما كان قبل ينقطع الخط، ما حد يعاقب الشركه المورده او انه ما في معايير للخدمه هذه، لازم نحط الستاندرد، ولما تحط الستاندرد والمعايير للخدمه هذه اعتقد راح نحصل خدمه افضل. فالخدمه الاستثمار فيها يكون افضل، انك انت لما تقدم خدمه جيده والسمعه هذه تطورها، انا اعتقد انه ممكن الشركات تكون ناجحه اكثر. وما زلنا في قطاع التكنولوجيا، حيث عقدت زين مؤتمرها الثالث للتكنولوجيا في دبي بحضور الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وتستثمر زين المليارات من أجل تطوير شبكتها وخدماتها. استثمرت مجموعة زين هذا العام نحو 1 مليار دولار في مجالات التكنولوجيا، أي ما يمثل 15% من إيراداتها في عمليات تحديث الشبكة والتوسعة. وتسعى المجموعة إلى تفعيل التكامل التكنولوجي الذي يستهدف منه تجميع ودمج خدمات الاتصالات في شبكة متكاملة واحدة. تجربة الزبائن في غاية الأهمية بالنسبة لزين، فاستراتيجيتنا تركز على تحسين رضا الزبائن وتبسيط الأمور، إذ نقوم حاليا بتجريب عدد من المنتجات ونحاول تقديم كل جديد لزبائننا من أجل تحسين نوعية الخدمات والمحافظة على الزبائن، لأن اجتذاب زبون جديد يحتاج 6 أضعاف التكلفة المطلوبة للمحافظة على زبون حالي، كما أن ذلك يعزز رأس مال الشركة، وهذا ما نركز عليه حالياً. اختارت مجموعة زين عنوان ابتكار تجربة العملاء لمؤتمرها السنوي هذا العام، كون هذه الجزئية تمثل المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه لتطوير التكنولوجيا لخدمة رغبات العميل، ويبلغ عدد عملاء المجموعة أكثر من 44 مليون شخص في 21 دولة، منها 8 دول عربية. وتسعى المجموعة إلى اكتساب قدرات تنافسية في هذا المجال في كل أسواقها في منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكاتها مع عدد من الشركات المحلية والعالمية. أصبح المتعاملون ينفذون معظم العمليات عبر الهاتف الخلوي، سواء العمليات المصرفية أو حجز تذكرة الطائرة أو تذكرة السينما. لذلك من المهم أن يكون الاتصال بالشبكة رفيع النوعية وأن تكون التغطية جيدة، ولا أحد يرغب بأن ينقطع اتصال الهاتف بالشبكة أثناء القيام بتحويل مبلغ مصرفي على الإنترنت مثلا، فذلك محبط جدا. وبالتالي يواجه المشغلون تحديا كبيرا من المتعاملين الذين يتزايد اعتمادهم على هذه الأجهزة ويرغبون بأفضل نوعية اتصال، وهذا يبرز أهمية الشبكات بالنسبة للمجتمع. أدخلت مجموعة زين مؤخرا خدمة الجيل الرابع في كل من البحرين والسعودية والكويت، ونظرا لتطور قطاع الاتصالات في المنطقة أصبحت هذه التقنية نقطة المنافسة بين شركات الاتصالات في دول الخليج، وتستثمر الشركات الكبرى في هذا القطاع الكثيرة لتوفير عروض مغرية لعملائها الخاصة بخدمات الاتصالات من الجيل الرابع.
وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من عين على الكويت.